رفيق. شنو أحوالك هجورة؟ لاباس عليك؟ صديقي والله الحمد لله في نعمة. الأجواء عال العال في إي أف أم، إن شاء الله ولاية تونس الكل تكون عال العال كيما إي أف أم. توحشنا صوتك هاجر. في العادة كي ناخذوك هكا مداخلة هاتفية تعمل لنا نص هكا نتاع دخلة نتاع تحية للماتر للسندريلا للبرنس هكا ولا؟ هو أنا مش باش نعمل لك نقشة، أما باش نقدم لك نقشة عالمية حسين. لقيتهم زوج وحدايا لهنا في استوديو في البالماريوم، في فتاة البالماريوم حسين وزوج بنات محلاهم هما ايا واماني، ماكيي باغ غاش وبارفيمي باغ نينا لونا باينينا ريتي ومحليهم، وعندهم 3 سنين صحاب هما جاوا بشافوا بعضهم. يا اخي غاش ونينا لونا فرحوا بيهم. اطلع عندي لك ايا، هي تحكي لك على قصه الصديقه حسين اللي بيناتهم اليوم، وحسين تعرفوا على بعضكم. مساء النور. عسلامة رفيق، مرحبا بيك ومرحبا بيكي في أفلام الكل. بفضلك، شنو تعمل في الدنيا؟ عايشك بون، نقرا بريباتريس اون فارماسي. وصاحبتي كيف كيف باش تقرا كيف نقرا في هاد الكلاس، تعرفنا على بعضنا في القراية. تحبوا بعضكم؟ با من الأول ما نحبوش بعضنا هكا، ما نحبوش بعضنا جملة. محبة لبعض عداوة. كما بدات علاقتي بالحاج كان ما يهضمنيش، كان ما يهضمنيش. بربي سامحني انا بعد ما عملت المكياج ولا وسعاب. لا لا ما نقبل، خلي تحكي لنا التفاصيل. دونك كنت ما تهضمهاش، نو تبدل من بعد. دونك احنا نقرا مع بعضنا، تعرفنا على بعضنا معناها في الكلاس وكل شيء، ما عملوا ما مش بعضنا ما نمشيها كحتى ما نقدروش حتى لبعض، كانوا نقدروا بعضنا زي كيفاش. من بعد كانت بي اف تي استانسنا ببعضنا وقنعنا باش حاجات اون كومان وكل شيء، وديجا تنميت وتخوزون. شنو لقيتوا اون كومان بربي؟ طبيعتنا زور، طلعنا جويس تخيلها كوبيتات ميكس. بربي فسرلي اش معناها جويس؟ جويس معناها هكا تحب لومبيون، تحب الجو، فهمت؟ احنا هنا شكون جويس في الرفمق؟ الحاج يحب الربوخات والجو العكير. اكزاكتومون. باهي اي تعدينا صاحبتك نسلموا عليها؟ اي بيان سور. شو اسمها صاحبتك هي؟ اماني. الو اماني على السلامة، شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس عليك، الصحة بخير الحمد لله. سمعت آية شحكيت عليك؟ اي شو كونفير من اللي قالته آية كنتوا ما تحملوش بعضكم وفجأة ولات قصة حب؟ اي سيبغيك، قبل كنا حافين ومش نورمال ما نحملوش بعضنا على الاخر. وتوا ما عادش تحملوا بعضكم شوية كهوة؟ اي ربي يداوم عشرتكم يا امنا، مبروك عليكم، ربحتوا معانا لو بارفان مكياج ب 100 دينار. الف الف مبروك، تحية ليك وتحية لصديقتنا اللي ربحت معاك. احنا نرجع